هم شباب من مختلف الأعمار يقطعون مئات الكيلومترات من أجل الظفر بعمل بشواطئ القلق، فمنهم من يبيع الشاي والآخر وجد ظلته في بيع البيني تحت شعار اليد العليا خير من اليد السفلى. عندي 15 جور أنا عند لهنا في القلق، هاني خدام البيني وأنا معها واحدة واحدة وخلاص. هذه الخبزة، بيع الشاي والكاكاو من متنقل في الشواطئ، يعني الحمد لله راني لاقي خدمة غاية بالكرا وكل شيء مساعدني، راني في الشباب وقاع نفوتها عادي، وحق مادي مش أول خطرة نجي كما كذا يسمى، يعني شحال من عام وأنا نجي كما كا ونخدم الحمد لله، يعني نخدم بروحي خير من اللي نستنى إنهم يعطوني، فهمتي كيف؟ نخدم بدراعي خير لي، خير لي من نقعد نشقى نستنى الناس تمد لي، ولا خير من نروح نطلب ولا. كاميرا النهار جابت بعض شواطئ القالة والتقت بالبعض منهم يقومون ببيع مختلف المواد الاستهلاكية غير المكلفة وسط أجواء أخوية. واني جيت من ميلا لهنا الجلبه نخدم خبزة حليلية لهنا، هاني كما نبيعوها ب 5000، انا ندي 1500 و 3500 نعاودو السوق زعما، واني خدام بلي شي اللي كتبو ربي، المهم خبزة حليلية وصاي. هكذا هي روح المسؤولية منذ الصغر، تحمل المسؤولية وتوفير القليل من المال والمصروف الحلال لمساعدة عائلتهم وأنفسهم. أيوة أتي. أيوة أتي.